بالنسبة للمساحات، المساحات هناك دابا تجاوزات وخرق، فالقانون باش يحافظ على التوازن المادي للصيدلي وباش يقدر يؤدي خدمته خصو واحد الأريحية مادية. فرض أنه ما بين صيدلية وصيدلية تكون 300 متر، فملي كانوا اللي نفرضوا ما بين صيدلية وصيدلية 300 متر، وما بين في هاد 300 متر نقدروا نلقاو حتى ثلاثة المصحات اللي ولات كدير ممارسة غير مشروعة، فهذا لا يعقل. ملي كنلقاو مصحة واحدة في مدينة الدار البيضاء رقم المعاملة ديالها في الأدوية باهظة الثمن، اللي ماشي غير ضروري غير اللي خصها تستعمل في المصحة، اللي خصها تستعمل خارج في البيوت اون امبيلاتوار، كتفوق رقم المعاملة ديالها كيفوق رقم ثلاثة ولا أربعة المرات رقم المعاملات ديال 1300 صيدلية في الدار البيضاء. هل هذا يعقل؟ هل هذا يعقل؟ وصناديق كنحمل المسؤولية حتى للصناديق، صناديق اللي كتعوض هادو وما كتسألش على كيفاش هاد الناس هاد المسلك اللي ولا غير قانوني ولا كتعوض عليه، علاش اللي ما يكونش في الصيدلية عاد باش نعوضه؟ حنا غلقنا من غير مساحات، كانت مستودعات في الأقاليم الجنوبية اللي حتى هي كتعمر لاميتيول وكترسل للصناديق، مستودع غير قانوني مدة ديال سنين، لأن في 2008 كان خاصنا يبقى حتى شي مستودع داخل المدن. هذيك المستودعات الليلية ولات ماشي غير مستودعات ليلية، ولات أنا خصوصا تنتكلم على إقليم العيون. ففي مدينة العيون غلقنا مستودعين وباقي واحد فيهم باقي ملف في المحكمة، راه كاين غدا نيت في المحكمة النطق بالحكم، لأن يعني كاين جوج شكايات، الشكاية الأولى النطق بالحكم غدا وكاين الأخرى باقية شادة طريقها. كاين جوج صيدليتين غير قانونيتين ماشي غير مستودع، صيدليتين. يعني هل يعقل في 2017 في المغرب بهذا التاريخ كامل صيدليات اللي اصحابهم توفوا كانوا في وقت الاستعمار ديال اسبانيا واسترجعت الاراضي المغربيه، يعني منذ سنين وسنين والحمد لله. اذا كيشري عليها قانون مغربي، وهذاك المواطن الصحراوي عنده نفس الحقوق كالمواطن البيضاوي، يعني خاصو صيدلي اللي كيخدمه. فما يمكنلوش عنده تقريبا 70 صيدليه في العيون وكاينين صيدليتين اللي كتكريهم العائله اللي وارثه كل عام للمستخدم، هذا لا يعقل. اذا حطينا شكايات في هذا الموضوع ثاني عند السيد وكيل الملك. كاين واحد المستودع في السماره حتى هو اللي في وسط المدينه في وسط الصيدليات، ولا حتى هو خدام بطريقه غير قانونيه، صيدليات غير قانونيه امام الملا. اذا كاين هنا مشكل كنتمنى، وهنا كنشكر السيد والي مدينه العيون لان اول ما طرقنا لهذا المشكل كان حازم وصارم بالنسبه لان القانون يطبق.